آداب القلب. طبعا آداب الأقدام والأيدي والسمع والبصر. وكان سيدنا الشيخ الإمام البركوي له كتاب اسمه الطريقة المحمدية. الطريقة المحمدية الشاذلية بتاعت مولانا الشيخ محمد زكي إبراهيم، صحيح هو ده الأصل، وإن كان سيدنا الشيخ قال هو ده الكتاب، ده هو أصل الطريقة عندنا، وإن كان علينا لنا بعض الملاحظات، لكن هو بيتكلم عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، الطريقة المحمدية، وهذا الكتاب عليه شروح كثيرة. فبيتكلم فيه على أن القلب هو الملك، والجوارح ليست إلا جنود يأتمرون بأوامر الملك. فتكلم في هذا الكتاب بإطناب عن آداب وأحكام الأيدي والأقدام والبطن والنظر والسمع وغير ذلك من آداب الجوارح. ويدخل على الملك اللي هو القلب، فقال: وآداب القلب مراعاة الأحوال السنية المحمودة. الأحوال السنية هي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما كان متحققا به النبي صلى الله عليه وسلم في باطنه من إيمان ويقين وتوكل وصدق وإخلاص وحلم وصبر ومحبة وإلى بقيت. هي دي أبواب التصوف، هي دي أبواب التصوف. ومتحقق لأن ده كان طبع عند النبي صلى الله عليه وسلم، أمر فطري طبعي معصوم. الإنسان الكامل مظهر أوصاف الربوبية في الكون هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في صدقه الكمال، وفي محبته الكمال، وفي حلمه الكمال، وفي يقينه الكمال، وفي إيمانه الكمال. فآداب القلب مراعاة الأحوال السنية المحمودة. كيف تتحقق بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صدق وإيمان ويقين وتوكل وصبر وإلى آخره، وإيثار ومحبة ونفي الخواطر الردية. يعني أنا ممكن أمنع إيدي تمتد المكروه أو الحرام، بس كيف أمنع قلبي من خواطر الحرام أو خواطر المكروه؟ هو ده الطريق، آداب ظاهرة وآداب باطنة. الطريق تدريب، سلوك تدريب. عشان كده ليه بنحتاج فيه إلى عهد وطريق وسلوك وشيخ ومدرسة ومنهج تربوي. كيف أصل إلى الحد الذي أتمكن فيه من منع قلبي من الخواطر الرديئة، من خواطر المعاصي، سواء كانت هذه المعصية حراما أم مكروها، أو حتى مباحا عند البعض في غير ذكر الله. ما هو عند البعض بقى من الأولياء المتحققين ان بالنسبة له ان يرد على قلبه خاطر حتى ولو مباح غير الله، هذه في حقه معصية. عشان كده مولانا الامام القشيري في ايات الصيام يقول: انواع الصيام بعد منع شهوتي الفرج والبطن ثم صون القلب عن الآفات. يصوم بقلبي عن الآفات، الآفات يعني معاصي الحرام والمكروهات وما غير ذلك. وإيه تاني بعد القلب عن الآفات؟ والروح عن المساكنات، يعني روحه ما تسكنش لغير الله تعالى. والسر عن الملاحظات، ألا يلحظ بسره غير الحق جل وعلا. لحظة يعدي لحظة كده ياخد باله من غير الله، يبقى ده بالنسبة له معصية.
يبقى فطر مش صايم كده. طبعا مالناش دعوه بالكلام ده، بس خدوه خلاص كده خليه لاصحابه. ها، ومع ذلك ممكن ما تستبعدوش. قلت هل تعرف شخص القطب؟ قلت الله به اعلم. قطب في الولايه يعني هو كنز مكنوز الا عما يتذوق او الا عمن يتذوق او يفهم. قلت هل تعرف شخص القطب؟ قلت الله به اعلم. هو كنز مكنوز الا عمن يتذوق او يفهم. لو ان القطب تجلى اليوم لذاق من الناس العلقم، ولتاجر اشباه العلماء به، ولاوهم من اوهم. الله اكبر الله اكبر. اياك تظن بان القطب اله او شخص مبهم، ان هو الا عبد لله عليه بشيء ما انعم. لا تسالني عن ذاك الشيء، وجاهد انت فقد تكرم. ما هو الصعب ولا حاجه، بقولك خليه مالناش دعوه بيهم، يعني من قبيل الممازحة، لكن وما ذلك على الله بعزيز. إن هو إلا عبد لله، إياك تظن بأن القطب إله، الناس اللي زي دي أو شخص مبهم. إن هو إلا عبد، باش زي حالاتنا حتى كمان يعني عباد الدنيا، عبيد العدد. مولانا الشيخ ابو طالب المكي قال لك في عبيد العدد وفي عباد الرحمن. عباد العدد دولت ايه؟ عبد الدنيا، عبد الدرهم، عبد المراه، عبد الحله، دول في العدد يا لمو، دول عبيد العدد. اما عباد الرحمن لا يذكرون بأعدادهم وإنما بأوصافهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هقول لك أوصافهم إيه هم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كنا بنقول يا شيخ سيد وعباد الرحمن هؤلاء لا يذكرون بأوصافهم لأنهم مش عباد العدد، ده عباد الرحمن. لا يذكرون بأعدادهم وإنما بأوصافهم، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الآيات بأوصافهم. ده عباد وصف الرحمن.
عباد الأوصاف، ده في كمان عباد الله بس، وعبد الله وعبد الله سواء. أظهره أم أخفاه زي ما يقول مولانا الشيخ المرسي أبو العباس. إياك تظن بأن القطب إله أو شخص مبهم، إن هو عبد لله مش من عباد الرحمن بس، ده عباد الله، إن هو عبد لله مش عبد الدنيا مش عبد الدرهم، ده عبد الله. عشان كده لما بقى عبد الله إن هو عبد لله عليه بشيء ما أنعم. الشيخ بيقول لا تسألني، مش أنا ما أعرفش، لا تسألني عن ذاك الشيء لأنه لا يسأل عنه، ده لا يأتي إلا بالمجاهدات. لا تسألني عن ذاك الشيء وجاهد أنت فقد تكرم. تكرم بالإيه؟ بالمشاهدة، وتعرف إيه الشيء ده، لأنه لا يقرأ، ده بيتذوق. التصوف تجربة ذاتية لا يغني عنك فيها غيرك، لازم أنت اللي تمشي. ده الكلام ده نحن بنقوله بس، ده احنا فيه متعة ذهنية، لكن عشان نعرف أحكام الطريق إيه عشان نمشي صح فقط، لكن لازم أنت اللي تمشي عشان تتذوق. لا تسألني عن ذاك الشيء وجاهد أنت فقد تكرم. فآداب القلب، وإن شاء الله يعني نقف عند هذا الحد، آداب القلب إن شاء الله. ونستغفر الله من كل قول وعمل أردنا به وجهه فخالطنا فيه ما ليس له، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ربي الله الله، ومن قلبي علت وضع كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله